سمعنا كتير واكيد قرات معنا كثير في الصحف العالميه يتحدثون عن ضم انتراخت فرانكفورت مهاجم جديد في يناير. هل انتراخت فرانكفورت ينظر لمهاجم او ضم مهاجم جديد في شهر يناير القادم؟ قرأت عن ذلك أيضا وعرفت ذلك لكن لا أستطيع للأسف شديد أن أعطي معلومات دقيقة أو أسماء بعينها. أنت تعرف أن هذه المعلومات تحاط بقدر كبير من السرية وأن المفاوضات ما تزال قائمة مع لأن هذا متوقع متعلق أيضا باحتياجات الأندية الأخرى وكيفية التفاوض معه، وبالتالي لا أستطيع أن أعطي معلومات دقيقة بشأنه. عمر مرموش، الشهر القادم هينضم لي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، فترة يغيب عن الفريق فريق انتراخت فرانكفورت، هل يتأثر فريق انتراخت فرانكفورت؟ هل نصحت عمر مرموش بالبقاء مع الفريق ولا متفاهمين فكرة الاشتراك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟ بالطبع نحن نبدي تفهما كبيرا لهذا، لأن عمر مرموش سيلعب لصالح منتخب وطني، وهذه مسألة نقدرها تقديرا كبيرا وليس لدينا أي مشكلة بهذا الصدد، ونتمنى له أن يؤدي أداء جيدا مع المنتخب المصري ويحقق النتائج المرجوة، ولدينا داخلين لا توجد أي مشكلة، بالعكس نحن نرحب بذلك ونراها مسألة ستضيف إلى رصيده وتضيف إلى رصيد خبراته ولن تؤثر على ولا تؤثر على نادي داخليا لدينا. الموسم الماضي تحدث مسؤولي انتراخت فرانكفورت انه كولومواني لن يباع لفريق اخر، وثم انتقل كولومواني الى باريس سان جيرمان. هل في لاعبين سيخرجوا في يناير من انتراخت فرانكفورت ولا الفريق باقي على لاعبيه في لنهايه الموسم؟ ليس من المستبعد أن يترك بعض اللاعبين نادي أينتراخت، لكن أنت تعلم أنها مسألة متصلة، مسألة مهنية، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية لهؤلاء اللاعبين فلا مانع من انتقالهم إلى أندية أخرى. بايرن ميونخ هو الفريق الأبرز في ألمانيا طوال السنوات الماضية بحكم البطولات اللي بيحصل عليها، متى نرى منافسة من أينتراخت تحديدا على لقب الدوري الألماني، خاصة أنه نادي عريق وله إنجازات عديدة في الماضي؟ شكرا جزيلا لهذه السؤال. أعتقد نحن حريصون دائما على تطوير مستوى المنافسة بين الأندية الألمانية بصفة عامة، ولكن ونتمنى أن نستطيع أن نحقق إنجازات طيبة تحت القيادة وتحت اللاعبين الممتازين اللي استطعنا ضمهم حاليا وفي الفترة الأخيرة. نستطيع ونؤمل جدا أن نستطيع المنافسة وتحقيق نتائج تنافسية مع ليس مع هذا النادي تحديدا الذي قصرته، ولكن مع بقية الأندية الأخرى أيضا. هنا في مصر في كرة القدم المصرية نعيش تطورا إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، يتحدث بعض الناس في بعض الأندية عن منصب جديد يمكن أن يتواجد في الفرق المصرية اسمه المدير الرياضي، لكن كثير من الناس في مصر أو في الدوري المصري لا يعرفون معنى المدير الرياضي، اختصاصات المدير الرياضي. عارف أن أنا بسألك سؤال قد يبدو ساذج بعض الشيء، ولكن هو يهم جدا من يشاهدنا الآن، ماذا يفعل المدير الرياضي؟ ما هي واجباته أو الأمور اللي بيشتغل فيها المدير الرياضي في أي نادي في العالم؟ أستطيع أن أقول أعتقد أن أكون أستطيع أن أتكلم فيما يخصني وتحديدا عن هذه المهام داخل ألمانيا. أعتقد أنه التخطيط هو الدور الأساسي الذي يطلع به المدير الرياضي، التخطيط الداخلي والتخطيط الخارجي، التخطيط بين اللاعبين، وضع الخطط والاستراتيجيات التي يتوجب على النادي أن يقوم بها فيما يخص المنافسة، فيما يخص تحسين مستوى اللاعبين، فيما يخص الأهداف التي يريد النادي تحقيقها، فهو دور استراتيجي في المقام الأول. هل تابعت الفترة اللي فاتت أو الفترات الماضية، هل وصلك في أي وقت من الأوقات لاعبين مصريين يمكنهم الانضمام لأي فرق من اللي أنت كنت بتشتغل فيها أو مع انتراخت فرانكفورت؟ هل في أسماء لاعبين مصريين عرضت عليك؟
Sie meinen jetzt Spieler, ägyptische Spieler? Fußballspieler. Sie meinen ägyptische Fußballspieler für uns als einfach Frankfurt oder? Ja, genau. Okay. Ja, da gibt es aktuell keine konkreten Namen, keine konkreten Spieler, die wir لا أعتقد أنه توجد أسماء بعينها. استطعت فهمت سؤالك الآن، لا توجد أسماء معينة. نعرف جيدا أن الدوري المصري يضم أسماء ويضم لاعبين على مستوى جيد ومستوى عالي من المهنية، ولكن هذه مسألة لا أستطيع أن أقول عنها معلومات تفصيلية ومعلومات دقيقة. وسطاؤنا يعملون بجد للحصول على أفضل لاعبين في كل مكان في العالم. إنتراخت فرانكفورت واحد من الأندية زي ما اتفقنا من الأندية الكبيرة في ألمانيا، هل من المتوقع أو من الخطط بتاعتكم انه ممكن نشوف اكاديميات لنادي اينتراخت فرانكفورت في القاره الافريقيه وفي مصر تحديدا في المستقبل القريب؟ لا توجد حتى الان، لا توجد حاليا خطط محدده بشان هذا الصدد ان نقوم بتاسيس ما يشبه اكاديميات او، ولكننا من المهم الينا ان ندعم موقفنا ووضع ندعم رؤيتنا الكرويه داخل المستوى الاوروبي، ونستطيع نقل خبراتنا الى الاخرين ولكن دون وجود اكاديميات بالمعنى الدقيق الكلمه. سؤالي بشكل عام يخص كره القدم الالمانيه. في وقت من الاوقات كان كره القدم الالمانيه هي اكثر مكان يطلع مواهب عظيمه للعالم، العالم يتحدث الان ان المواهب في كره القدم الالمانيه قلت بشكل كبير، هل تتفق مع هذا الرأي أم تختلف؟ لا أستطيع أن أقول هذا، لم يصل الأمر إلى هذه الدرجة بالضبط، ولكن يمكن أن يكون لديكم قدرا من الصدق أو قدرا من السلامة في هذا الرأي. لا أعتقد أنه المستوى الألماني ليس كما سابق عهدي في العصر الذهبي للكرة الألمانية، وليس كما تمنيناه ونتمناه لما كنا صغارا، ولكن أعتقد أنه حتى الآن أيضا الأندية الألمانية تؤدي أداء حسنا وتحاول قدر جهدها أنها تقدم مباريات جيدة ومستوى جيد من كرة القدم، مستوى جيد من البراعة، ولكن هناك معوقات تتصل بالعثور على الكفاءات وتطوير هذه الكفاءات الكروية داخل الملاعب. هل إنتراخت فرانكفورت من الأندية اللي عندها استعداد تنفيست أو تصرف أرقام كبيرة في شراء لاعبين زي ما بعض الأندية في أوروبا دلوقتي بقت تشتري بأرقام كبيرة؟ حتى في ألمانيا بقى في أندية تشتري بأرقام كبيرة، هل ده من سياسات إنتراخت فرانكفورت ولا من سياساته أنه يتعامل مع لاعبين مواهب صغيرة في السن؟ نحن نسعى بالطبع أن نبحث بسعي دائم على لاعبين موهوبين، لاعبين متميزين يتمتعون بقدرة جيدة على اللعب الجيد والتعامل مع المواقف الصعبة داخل المباريات، ولكن حققنا جزءا كبيرا من هذه الأهداف، ولكن بصفة عامة نحن نبحث عن تطوير المواهب في المقام الأول، نبحث عن تطوير المواهب الصغيرة السن، المواهب التي لديها القدرة على اللعب ولديها القدرة على تلقي التدريبات الكافية ولديها القدرة على بذل المزيد من الجهد للتطور. تيم هاردونك المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، سعدت بيه جدا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10.